أصدقائي المستمعين، أصدقائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم ويسعدنا يكون معنا النهاردة صديقنا الجميل محمد حمودي، وهيكلمنا عن الحدث القادم، الأحداث والفعاليات العراقية الجميلة التي تعكس حضارة الرافدين. أهلا أستاذ محمد حمودي. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، وأهلا وسهلا المستمعين جميعا. هوا تورونتو معكم أينما كنتم. كلمنا سيدي عن الفعالية إمتى، وإيه أهم الخطوط وإيه أهم الفعاليات اللي هتكون فيها؟ احنا طبعا شرفونا يوم الأحد 2/14، يعني هذا الأحد القادم، من الساعة 12 إلى الساعة 8 مساء، مهرجان بلاد ما بين النهرين سبيتين فيستيفال، عامل مثل بزار مع مهرجان غنائي وموسيقي وفولكلوري وتراثي، مشاركين معنا من عدة دول من أهمها مصر، على رأسها هيئة التراث المصري الكندية المصرية، من جمعية هذه أورجنايزيشن تخدم الدالية المصرية بشكل خاص والدالية العربية بشكل عام، طبعا كوميونتي كندية، شاركت في مجموعة من الفقرات الفولكلورية والتراثية المصرية، ممكن تجون تشرفونا تشوفون هذه الأشياء. طبعا مشاركين أيضا من فلسطين والأردن والمغرب، هذه كعلى الستيج إضافة إلى العراق من المغنيين العراقيين أيضا. مين هيكون من المغنيين العراقيين أخو محمد؟ من العراقيين عندنا محمد هشام، وعندنا وسيم برهان، وعندنا من سوريا جورج، عندنا من مصر ماجد ظريف، وعندنا من فلسطين أنور، وهكذا عندنا مجموعة من يعني فقرات الفنية والتسلية الفن، يعني إضافة إلى بزار، يعني فندرز بيعوا بضاعة، بيتوقوا على منتجات، بيروجوا على شيء ثاني مثلا بزنس من كل الدول، يعني حتى من تركيا جايين، عندنا مشاركين من تركيا، عندنا من سوريا، عندنا من فلسطين، عندنا من الأردن، العراق طبعا، مصر، السودان، تونس والمغرب، كل الفندرز راح يكونوا موجودين، تستمتعون بالشوبينج في ستيج وفي كراسي يمينة، ممكن يعني تقعد تفرجون مثلا، يعني وفي أكل، في حلويات، في مشروبات، في شاي قهوة، في آيس كريم، كل شيء فيه. هذه التجمعات هي تبني، هي فكرة شنو؟ أن تبني نتورك، علاقات بين المجتمع. الجاي ضيف على كندا يعتبر كندا محطة؟ لا، احنا نقول له لا، هاي مش محطة، هذه راح يكون بلدك الأصلي، صح بلد أنت تركت بلدك لك الأم، بس هنا ممكن تكون علاقات، ممكن تكون بزنس، يعني أنت خارج بلدك ممكن يصير هنا قوة تسلط وتندمج مع المجتمع والبلد والكوميونتي الكندي، من هذه الانطلاقة ممكن تأسس شيء ثاني أقوى وهكذا. أخ محمد، هيكون الفعالية فين بالضبط إن شاء الله؟ راح يكون في جي تي اي طبعا، تحديدا مدينة اسمها ويدبريدج، في بانكويت هول اسمها باين كريست. ويدبريدج مش بعيد عن مسلسانجا، 25 دقيقة عن مسلسانجا، وهي مكان جميل جدا على فكرة، شوفوها حلوة المكان والمدينة والقاعة، هي نحتاج مساحة، وهي بانكويت هول كبيرة تحتاج مساحة. نعم، ممكن لو... طبعا عندنا شيء واحد ايضا سبونسر موجود من عدة شغل، من ريل استيت، من ماني اكستينج، من أطباء، طبيب سنون مثلاً، أدنى مثلاً من التصوير، أدنى من دي جي، هذول كلهم سبونسر، إضافة إلى طبعاً أنتو هوا تورنتو راح تكون الإعلامي، الراعي الإعلامي الرسمي للمهرجان. إحنا دايماً يشرفنا نكون معاك وفي كل فعالياتك اللي بتعكس حاجات جميلة جداً محمد، بتعكس الأصالة، بتعكس العراقة، مش بس العراقية، ولكن انت بتمثل بصراحة جامعة عربية في كل الفعاليات اللي انت بتعملها، وكل التحية والتقدير لك اخوي محمد حمودي. احنا عندنا طبعا شيء اخير نحب نعطيك اياه، شيء حظي ما حد يعرف فيه لحد الان، ان شاء الله المهرجان في اكبر شهر نوفمبر بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس جمعية كونسبتنج جروب، هاي الذكرى السنوية العاشرة، راح يكون مهرجان ومفاجآت عديدة إن شاء الله تكونوا معنا. كل التوفيق دايما معاكم، ويسعدنا ويشرفنا يكون دايما معاكم حبيبنا. أشكرك، ولآخر مرة نذكر الناس باليوم والتوقيت وكمان العنوان. May 14 أحد هذا القادم، يعني May 14 coming Sunday
من 12 بي ام تل 8 بي ام. العنوان على الفاين كريس ويد بريدج، ممكن تدخلوا على مواقع الهوا تورنتو او مواقع مثبتين جروب. طبعا مع عندنا شريك بالمهرجان المنظمة دار الفن البغدادي ايضا، الاخت لبنان افندي مشاركة هي منظمة ايضا المهرجان ميانا. ممكن تدخلوا على مواقعها او مواقع مترجمية او مواقع تورنتو هوا تورنتو وتاخذوا تفاصيل اكثر. احنا بنشكرك شكر جزيلا ونتمنى لك كل التوفيق. اهلا بك. اصدقائي المستمعين والمشاهدين في كل مكان، كان معنا الاستاذ محمد حمودي والذي حدثنا عن الفعالية الرائعة التي تجمع العديد من الفعاليات والمتعة والأصالة. تابعونا دائما ونلقاكم هناك. هذه تحياتي، خالد سلام. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.